السلام عليكم. اليوم بسوي معكم بسبوسة تمر. المقادير عندي كوب تمر عليه 3/4 كوب من الماي المغلي. انا طبعا مسوي المقادير دبل، انتم ممكن تحطونها نفس ما سويت دبل، او تسوون مقدار صغير تحطون نص الكمية. وعندي بيضتين، علبتين قشطة، كوب زيت، كوب سكر. الحين اخلط المكونات هذه مع بعض. عندي بعد الفانيلا، ما ادري انا قلت لكم او لا. خلطت المكونات السائلة، والحين بخلط المكونات الجافة. عندي السميد، كوبين سميد، وعندي حليب البودر والبيكنج بودر، وعندي شوية من بيكربونات الصودا ورشة ملح. أقلبهم مع بعض تمام، وبضيف عليهم الخليط السائل. خلطت المكونات الجافة تمام، والحين بسم الله راح أضيف الخليط السائل. أخلط المكونات تمام حتى تتجانس. هذه المكونات بعد ما تجانست مع بعض تمام، هذا هو قوام الخليط. جهزت القالب، دهنت بشوية زيت، ممكن تدهنونه بالطحينية. يلا حطي. الحين بسم الله أصب الخليط. بعد ما صبيت الخليط بالقالب راح اخليه يرتاح بس 10 دقائق، بعدين ادخل الفرن وراح ارش شوية سمسم محمص على الوجه، خطوة اختيارية. هذه البسبوسة ما شاء الله تبارك الله بعد ما استوت وطلعتها من الفرن، الحين اخليها حتى تبرد. البسبوسة هذه ما يحتاج ان تسقونها لا شيرة ولا حليب مكثف ولا اي شيء، لان خلاص كفاية فيها التمر والسكر اللي ضفناه معها. وخلاص خليها لين تبرد تمام، بعدين نقصصها. اذا لاحظتوا انا ما ضفت لا هيل ولا دارسين ولا اي شيء غير بس الفانيلا عشان البيض. انتوا اذا حابين تضيفون هيل، تضيفون دارسين، كيفكم حسب الرغبة. بس انا افضلها بس تكون بس نكهة التمر هي اللي ظاهرة. وخلاص ننتظر بس تبرد ونقصصها.